إرادة وتصميم مرافق لبراعة وأيضا موهبة، قدرات علمية، ما قدرت الظروف أنه هي تثنية عن الوصول أو تحقيق أهدافها العلمية والوصول للعالمية. لما بنحكي عن الوصول للعالمية أكيد عم نحكي عن الروبوت، وأكيد عم نحكي عن رفع العلم السوري في المحافل الدولية العالمية، ويتم الآن الاستعداد للمشاركة العالمية القادمة بطبعا أولمبياد الروبوت تحت عنوان حلفاء الأرض اللي أطلقته إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع، مهام علمية جديدة تنتظر الروبوت السوري لتطوير مهاراته وتشغيله. كمان اليوم سلمى رح نتعرف أكثر من ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، المهندسة رانيا صندوق أمينة سر اللجنة العلمية لعلوم الروبوت، عن المسابقات اللي تم من خلالها صقل مهارات المشاركين في مجال علوم الروبوت، وأيضا عن البطولة الوطنية والمشاركات العالمية القادمة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، مهام جديدة اليوم دخلت لعالم الروبوت، وأنتم مؤسسة حافلة بالإنجازات العلمية والعالمية بسوريا وخصوصا بسنوات الحرب. خلينا نبلش بالمهام الجديدة اللي بلشتوا تشتغلوا عليها حاليا. تمام، هلا خليني اوضح اول شيء شغله عن WRO. WRO هي مسابقه عالميه بيتم حسب البلد يلي يتم اختياره. هاي السنه البلد المضيف هو يلي حط، طبعا هو دائما البلد المضيف هو اللي بيحط عنوان المسابقه والشروط والقواعد اللي بيصير عليها. فلما بتصير انطلاق عالميا لهي الشروط بتصل بقى لكل بلد، ونحن بنتعرف على هي الشروط وبنبني على اساسها، بنساوي مؤتمر صحفي وبنخبر مدربي الفرق انه شو هي التغييرات، شو هي القواعد، شو هي الشروط. طبعا حلفاء الأرض هي عنوان المسابقة لهي السنة اللي حتصير بتركيا. طبعا المسابقة بالنسبة ل إذا بدي أعرف للقواعد، في عندها بعض التغييرات، في عندنا تغييرين كتير مهمين. التغيير الأول إنه هي القواعد يلي تم نشرها هي السنة هي عبارة عن قواعد يشتغل عليها الفرق ضمن البطولة الوطنية. حيتم إضافة مهام جديدة، حيتم النشر عنا قبل المسابقة العالمية تقريبا ب 8 أكتوبر. فنحن بدنا نطلب من الفرق، وحاولنا إنه نقول لهم إنه لازم الفريق يقدر يغير البرمجة، يقدر يغير ضمن المهام الجديدة، فلازم يكون المدرب على دراية بهي النقاط ليقدر يوصل بفريقه للعالمية، يقدر يوصل لأكبر عدد من النقاط. النقطة الثانية اللي كتير مهمة من التحديات إنه هي كانت بعض القطع الإلكترونية السهلة اللي بتسهل مهام الروبوت، هاي السنة لغوة لحتى يحققوا العدالة بين الفرق لأنه غير متواجد بكل الدول. فكمان هاي النقطة هو تحدي للفرق إنه هو كيف بده يستبدل هاي القطع الإلكترونية اللي مهمة اللي كانت تسهل له المهمة تبعه وتعطيه أكبر أسرع شيء. هلا هو كأفضل، بس هو هذا القطعه هي غير متواجده عالميا، وبلشت الدول اللي بتصنعها تخفف من تصنيعها. فالمسابقه الماضيه صار في فرق بين الفرق مستويات. فهو لتحقيق العداله ضمن هي المسابقات تم الغاء هذا القطعه الالكترونيه. يعني اليوم عم نحكي على موضوع الروبوت السوري، خلينا نحكي اكثر عن كيفيه تدريب المشاركين لهي البطوله وعلى المهام يلي كانت مطلوبه منهم، وكيف كان التعامل التحكيمي. تمام، هلا بمجرد انه ظهرت القواعد عندنا، فصار انه لكل فريق بيعرف شو هو، كيف الاليه يلي هو بده يشتغل عليها، وكيف بيحصل على عدد من النقاط. طبعا احنا في عندنا مسابقه مختلفه الفئات العمريه، كل فئه عمريه لهم مهمات معينه، كل فئه عمريه لهم تحصيل سكور معين، حتى البونص يعني هو العلامات الاضافيه اللي ممكن يحصل عليها. هلا القواعد اللي انتشرت ضمن ملف الاولمبيات العالمي موجود فيها كل النقاط اللي كيف بيقدر يحصل على النقاط والنقاط الإضافية، إضافة إذا بعض الحالات الخاصة، يعني بحيث أنه بيقدر الفريق يعرف حاله قديش هو جمع سكور، إذا كان في هذا الخطأ هل هو الخطأ لغى العلامة نهائي أو أخذ جزء من هاي النقاط. طبعا نحن ما بننسى أنه نحن في عنا خبرة تحكيمية، في عنا حكام بيتم اختيارهم بخبرة، عند كل طاولة أو كل فريق بيتم في عنا أكثر حكمين بيكون على الأقل بحتى يحسبوا التوقيت ليكون مضبوط 100% ويحسبوا هي النقاط، وبالتالي يعني في عندهم خبرة بهذا المجال. أكيد اليوم حلفاء الأرض هو العنوان العالمي للمسابقة العالمية، ولكن أيضا لحتى نوصل لهي المسابقة في مراحل داخلية وطنية لازم نخوضها لحتى نقدر نشترك. خلينا نذكر الناس شو هي المراحل الوطنية قبل الوصول للعالمية. تمام، نحن في عنا مرحلتين
والمرحلة الثالثة هي المرحلة العالمية. المرحلة الأولى يلي هي على مستوى المحافظات وفيها ثلاث تجمعات، في عنا تجمع اللاذقية وتجمع حمص وتجمع دمشق. الفرق يلي بتحصل على المطلوب يعني بتحقق المعايير المطلوبة هي بتنتقل إلى المرحلة الثانية يلي هي بتجمع الأكبر يلي هو تجمع حمص، بيكون على المستوى الوطني، وبعد المستوى الوطني بننتقل إلى المستوى العالمي يلي هو تقريبا بين 28 ل 30 تشرين الثاني نوفمبر. خلينا ننتقل معك لمنحتانية اليوم واللي هو البطولة السنوية التاسعة للروبوت يلي هو ARC9 سيريا. كيف كان التحضيرات له لهذا العام وشو يلي تضمنه بالضبط؟ تمام. هلا بالنسبة للARC حنحكي بس وضح شغلة، انه هو نشاط تاني، هو نشاط تاني لهيئة التميز والإبداع ولجنة الأولمبيات السورية. هذا النوع من النشاطات هو نشاط مسابقات روبوتية بس بتتم بين سوريا ولبنان فقط. هلا عم نسعى انه تكون على مستوى عربي، وكان فكره انه دخول العراق ومصر بس بسبب الكورونا ما قدرنا نحقق هذا الشيء. فهلا حاليا نحن عم نستعد للARC9 اللي هي حتصير ب 6 نيسان على مستوى سوريا المستوى الوطني، وبعدين ب 20 نيسان هي حتكون بلبنان. طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن المستويات اللي موجودة عنا بين المشاركين بالبطولات، كم مستوى عنا وكيف عم تقدروا تواظبوا لحتى يضل في عنا استمرارية؟ عنا في فرق صار في إلى يمكن مشاركات سابقة إلى إنجازات، في فرق جديدة، خلينا شوي نحكي عن هالتفاصيل. هلأ لنحكي نحن عن المسابقات طبعا في إلى فئات عمرية. عنا الفئة الإليمنتري اللي هي الابتدائية اللي فيها الأولى اللي هي من عمر 8 سنة لعمر 12 سنة، وعنا الفئة الجينيور اللي هي من عمر 11 لل 15، وفئة السينيور اللي هي من عمر 14 لعمر 19. هلأ هدول الفئات بيتم تدريبهم على المهمة يلي هي يعني موكلة لهم، المهمات الروبوت يلي موكلة لهم حسب الخريطة وحسب القواعد يلي هي موجودة. هلا المسابقة الثانية يلي هي لمهندسي المستقبل، كمان مهندسي المستقبل فئتهم العمرية بين 14 و 19، في لهم مهمة معينة، حتى في لهم مهمات ممكن يكون لهم شيء بسموه انه مهمة جديدة او شرط جديد مفاجئ ممكن ينطرح خلال المسابقة. فنحن من خلال كيف هن عم يتعاملوا مع الروبوت، كيف هن عم يقدموا هذا الروبوت، كيف هالروبوت عم ينجز هاي العمليات، إنن عم ياخدوا السكور تبعهم. في عنا مبدعي المستقبل يلي هو هذا بيساوي هو مجموعة من المشاريع الإبداعية. طبعا بيتم تحكيمه انه قديش في فكرة إبداعية، في قديش قدروا يقدموا هذا المشروع، يقدموا هي الفكرة خلال 5 دقائق، قديش وصلوا لانه هذا المشروع هل هو قابل للتطبيق، هل هو الأفكار تبعه متوافقة مع المسابقة، وهيك بيتم نحن عنا المستوى. ففي عنا طلاب بتبلش من الفئة الإبتدائية، فهي لما بتطلع للفئات الثانية اللي هي الجينيور او السينيور او توصل لفئة الهون هي بتكون عارفانه شو في قدامها وعم تتطور مهاراتها. هلا الفئه الابتدائيه عم نحاول نشتغل عليهم هي اكثر، لانه هن بيكونوا فئه جديده وفئه عمريه صغيره، وبصراحه نحن عم نشوف انه هي الفئات عم تبدع. يعني نحن في عنا عمر 8 سنين وعنا عمر 9 سنين عم يعطي افكار وعم يبدع، وعم نحاول نغير له بالمهام ويقدر يتجاوز هي المهمات ويجمع علامات عاليه. طيب خلينا نحكي عن هي الطاقات وهي المواهب، قد ايه ممكن اليوم نستخدم هي الطاقات، يعني العلم بالعمل قد ايه ممكن تساعدنا أو تساعد المواطن ولا الأشخاص بشكل عام على تطبيق هذا العلم بالعمل على أرض الواقع، إن كان بمجالات مختلفة بالطب، النظافة، بأي مجال ممكن اليوم بالحياة ولا رح نستخدمه لاحقاً؟ لا، هو طبعا نحن هنستخدمها بشكل عملي على ارض الواقع. طبعا هلا نحن اذا بدنا نحكي ضمن المسابقه، فنحن ماشيين ضمن المسابقه حلفاء الارض، فهي حتساعدنا. طبعا عم بحكي انا على WRO، فهي نحن عم نحكي على موضوع الزراعه، شو يعني حليف ارض، انا كيف بدني استغل التكنولوجيا والذكاء الصناعي لابني حليف الي على الارض ليس بديل. يعني هي الثقافة لازم تكون معرفة، كيف ممكن يساعدني بالزراعة، بثقافة المزروعات، كيف ممكن يساعدني بأنه تحويل المزروعات الغير صالحة للاستهلاك البشري أو غير أو بتكون مثلا فيها مشكلة، كيف بقدر أنا أحولها لسماد ترجع، فهو عن طريق الذكاء الصنعي هذا فيني أنا أقدر أعمل دراسة لهي المزروعات وأقدر أرجع سماد للأرض استغلها. نحن عم ننمي بطلابنا بكل مسابقة في أفكار جديدة، فهو لما الطالب عم يدخل على كل مرة على مسابقة جديدة عم يحصل على أفكار جديدة، هي الأفكار نحن عم نشوفها
مبدعي المستقبل. مبدعي المستقبل عم يحاولوا انه يفرجونا افكار ابداعيه، ونحن كتحكيم او كلجنه العلميه دائما عم تسعى انه ما يطلع على العالميه او انه ما يحصل على العلامات العاليه الا الفكره الابداعيه، والا الطالب اللي هو مشتغل اللي هو قدران يبني الداره تبعه من بدايتها لحتى وصل لروبوت نقدر نستفيد منه على ارض الواقع. ولولا هيك ما بياخذ علامات، يعني كل خطوه هو كل شغله بيعملها لها علامه. يعني المهم انه راح يصير في استهلاك بشري. تمام اكيد. طيب استاذ، خلينا نحكي اليوم كمان، احيانا الدول المضيفه بتضيف مهمات جديده على الفرق، وبالتالي هل يكون في تدريب سابق لهذا الموضوع او تاهيل، ام انه الفرق لما بتروح لهنيك بتعرف هاي المهمات بيكون عندها وقت ايضا للتحضير، ولا شلون بيتم التعامل مع الموضوع؟ هلا المفروض هو من وقت اطلاق المسابقه انه تبلش الفرق بتبلش المدربين بتاهيل هاي الفرق لاول شيء كيف انه بده يشتغلوا على الروبوت، كيف بيبنوا هذا الروبوت ويقوم بالمهمات الاساسيه. هلا متى ما تجاوزوا الوطنية، فنحن هون كمان كلجنة العلمية كمان بنتواصل معهم، بنشوف التقارير اللي بيبعتوها للجنة العلمية انه هل هن مستمرين، شو التطورات اللي حصلوه على هذا الروبوت. طبعا انا قلت لك ببداية المقابلة انه المهام الجديدة يتم اطلاقها قبل المسابقة تقريبا بشهر شهر ونص، فخلال هالفترة معهم، بس هو مفروض يكون عنده مهارات وافكار ابداعية ومهارات انه يقدر يطور نفسه ويغير البرنامج لحتى يقدر يشتغل المهمات اي مهمه كانت موكله له. يعني اليوم لكل الاهل اللي عم يشاهدونا ان كان عندهم طلاب مشاركين بهي المهارات، خلينا هيك من ناحيه التشجيع، كيف ممكن لهي المهارات انه تساعد بتطوير البنى العقليه والجسديه والعمليه والعلميه عند الطالب، قد ايه مهم اليوم؟ تمام. هلا موضوع لوم الروبوت هي موضوع كتير كبير وواسع، وهي الثقافه نحن عندنا شوي فقر فيها بين الاهل. هلا نحن عم نسعى كهيئه تميز الابداع واللجنه انه نشر هي الثقافه، وبلشنا نشرها بالمدارس المهنيه بحكم انه الطالب اللي بالمدارس المهنيه هو عم يشتغل بشكل مهني، كيف هو بيقدر يبني داره بسيطه. نحن عم نحاول ننمي مهاراته انه ادخال التكنولوجيا على هي الداره كمان اللي هو وتشغيلها والميكانيك تبعها يكون جيد. طيب كمان صرنا نتواصل مع المدارس المتفوقين، كمان المتفوقين صارت عندهم هي الثقافة كتير جيدة، وبصراحة هاي السنة في عنا عدد من المشاركين، يعني في كتير حابين انه يشاركوا بهي المسابقة. عم نسعى نحن عن طريق الاعلان وعن طريق وقت اطلاق المؤتمر الصحفي انه هي الثقافة صارت كتير مهمة، لانه نحن بالنسبة للطالب مو بس هو عم يكسب بعلوم الروبوت، هذا انه هو كيف بيقدر يغير البرنامج، كيف بيقدر يغير المهمة، هذا عم يعطيه محاكمة عقلية كتير جيدة، بيقدر انه باي ظرف كان هو موجود حتى بحياته بيقدر يقدر يمرق هذا الظرف، حتى لو كان الظرف غير جيد بيقدر يحول هذا الظرف الغير جيد لصالحه، وهذا شفناه بكثير دول العالم انه كيف حولت السلبيات لايجابيات. فنحن كمان عم نطور هي الثقافه عند الفرق تبعنا، وعم نطور الثقافه عند الطلاب وعند بالمدارس وبالجامعات وبالنوادي. أكيد. طيب خليني بس استوضح نقطة، اليوم قلتي حضرتك أنه نحن ضمن مقبلين على طبعاً المشاركة العالمية اللي هي حلفاء الأرض، كل مسابقة بيكون لها محور عام وعلى أساسه بيختار التصنيفات الروبوت اللي رح ينشغلوا عليها. حلفاء الأرض شو بنقصد فيها اليوم؟ هل عم يتجه العالم نحو هاي المسابقات لروبوتات خليني أقول ترتبط بالمشاكل البيئية والجغرافية؟ يمكن الزلزال ممكن يكون له علاقة بالموضوع. حلفاء الأرض أنا ما كتير بس بعرف انه شيء اكيد له علاقه بالطبيعه، خلينا نشرح طبعاً. سابقا حكينا شيء له علاقه بالكهرباء وما قبله بالتغير المناخي، حلفاء الارض شو بنقصد فيها؟ تمام. هلا مثل ما ذكرت لك انه الدوله المستضيفه هي بتاخذ العنوان، بما انه تركيا فاكيد رح تركيا فهو له علاقه بالزلزال اللي حصل السنه الماضيه. فنحن كيف بدنا نستغل هذا الظرف، مثل ما قلت لك الظرف اللي ممكن نسميه ظرف السيء اللي ممكن يحصل، ممكن يصير عندنا فيضانات، ممكن يصير اعاصير، ممكن براكين، ممكن زلازل. هلا بالفتره الموضوع الزلازل انه انت في اماكن لم يستطع الانسان الوصول لها، يعني انا الانسان ما قدر يوصل لاماكن يعرف هل هناك تحت الانقاض، هل هناك بشر او كذا، احنا بدنا مين يتحسس لنا كمان بسوريا اليوم. فنحن هذا الموضوع طبعا هو موجود عالميا، هي طرح الفكره ليست فقط للبلد المضيف، هي طرح الفكره لحل مشكله عند البلد المضيف ولحل مشكله عالميه، لانه هي الظواهر الطبيعيه موجوده بكل بلاد العالم. فنحن كمان اضافه
إضافة على هالشيء إنه نحن نبني حليف إلنا على الأرض. الذكاء الصناعي في كتير ناس بيقولوا إنه نحن بديل عن الإنسان، لا، الذكاء الصناعي والتكنولوجيا نحن بنستغلهم لخدمة الإنسانية. صحيح. فنحن بدنا نبني روبوت حليف إلنا، يساعدنا بالزراعة، يساعدنا بسقاية المزروعات ممكن، هي إحدى محاور المسابقة، يساعدنا بالوصول إلى أماكن لا يمكن الوصول إلى، وهي من الأفكار الإبداعية إنه أنا كيف ممكن يصل الروبوت لتحت الأنقاض، كيف بيقدر ينزل، كيف بيقدر ممكن يصور لي المكان اللي هو موجود. طبعا هي ممكن من الأفكار الإبداعية اللي ممكن تظهر إلنا. فهذا هو موضوع العنوان كحلفاء الأرض يعني نحن، وهذا عم ننتظره من شبابنا إنه يفرجونا أفكارهم على أرض الواقع إن شاء الله. أكيد. طيب أستاذة رانيا، خلينا نتعرف من حضرتك على أهم الإنجازات والأفق يلي عم تنتظر المشاركين والأبطال واللي عندهم هاي القدرات العلمية بهذا المجال، شو هي الأفق اللي ممكن تنتظرهم بالمستقبل؟ تمام. هلأ نحن شفنا في عنا يعني كتير شباب من شبابنا لهم بصمة كانت سواء على أرض الواقع ولا شفناهم حققوا إنجازات. هلأ بالمسابقة الماضية كان في ميدالية فضية، طبعا هدول ال خلينا نقول هن عمرهم بعمر ال 19، فهن لسه ببدايه المرحله الجامعيه. فهلا هذا هن اول شيء لما بيفوتوا على هي المسابقات بيتعلموا طريقه شيء بسميه البحث العلمي، كيف بيقدر يكتب تقرير عن المشروع بطريقه بحث علمي، فهي يكتسب هي المهاره لقدام، كيف ممكن يقدم مشروعه وفكرته بفتره زمنيه معينه. لكن انا بدي اشرح الفكره تبعي وفكره مشروعي لازم يكون خلال فتره زمنيه اقدر اوصل الفكره للي قدامي، عم حتى اني وصل الفكره لغير المختص، يعني انا عم وصل الفكره مثلا لمهندس فهو مهندس بيكون فهمان علي، اما عم وصل الفكره على التلفزيون فانا في كثير اشخاص بيكونوا هي. فهي كلها نحن مهارات عم نحاول نخلي الطالب انه هي يكتسبها، هي بتكمل مراحله التعليميه وممكن توصله بالاخير ل يعني بيكون عنده وجهه نظر، بيكون عنده وجهه نظر مسبقيه على انا شو ممكن يكون منتظرني من خلال انجازي لهي الاشياء العمليه. هي وجهه نظر وهو مهاره بيقدر بعدين انه هو بتحسن محاكمته العقليه، بتحسن كل شيء باي مجال دخل فيه ضمن الحياه. يعني بالختام بدي اتشكرك الاستاذه رانيا صندوق لوجودك معنا وكل المعلومات اللي اضفتي لنا اياها اليوم. الله يخليك. شكرا لك استاذه رانيا، اهلا وسهلا فيكي.